السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أخوة وأخوات، يسرني أن ألتقيكم الليلة بعد طول غياب، وأرجو أن تكونوا جميعا بخير. أمسيتي معكم هذه الليلة بنصين، أرجو أن تروق لكم كلماتي. النص الأول بلا عنوان، نصي بلا عنوان. أرن لبابك والأوجاع تدنيني، من سيبقى ويحمل غصن زيتوني؟ يا سيد القول، بستاني به ذبلت كل الزهور وجاف العطر نسريني. من لي يجيء وأنت الآن لست هنا؟ يا مرفأ كنت تحكي عن دواويني، يا قارب الحب، يا قارب الحب يجري في شواطئنا، متى تعود لألقى فيك تشريني؟ إني وما زلت بي روحي أجالبها، أشدو لطيفك يمشي في مياديني. يا أوفى ذاتي، يا أوفى ذاتي، ستبقى أنت مملكة من الوفاء إلى دربي يدليني. يا آخر الحلم، يا آخر الحلم، عيني لست أمنعها عن البكاء وأغرق في تراتيلي. انتهى النص. أرجو أن يكون قد راق لكم نصي الآن. قديم بشكل قديم، يعني نوعا ما، بعنوان الشاعر فارس. الشاعر فارس، ولا يمكن للفارس أن يكون جبانا ولا مواربا، فحين تغيبني بطريقتك فلا تهمني، فإذا كنت أحيا بقلبك فحتما أحيا بجوارحك. وهل في العشق ما يعيب؟ وهل الرجل يشينه العشق؟ وما الرجال إلا تزهو حينما تعشق، وتزهو الرجال أكثر حينما يعشقون. وأنا التي بين جنبيك روحك وأكثر، وأنت الذي بعيني من الكون أكبر. تواريني؟ تواريني؟ تخاف أن يراني الغير بعينيك؟ لقد أرهقتني وأرهقت عينيك، رحمة بي وبك. كن عاشقا أو ترجل. شكرا لكم، شكرا لحسن إصغائكم، شكرا لكم أعزائي لمواساتكم الطيبة إلي بعد رحيل أخي عن الدنيا. حقيقة أنه غمرتوني بمشاعركم الطيبة، وأخص بالشكر الدكتور معتز صلاح الدين الأخ والصديق الوفي، الرجل الذي حينما يكون في مكان يملأ ذلك المكان الرتابة
والأناقة واللطف، رجل مميز. أعتقد هذا كله بحب الله، يعني حصل عليه لأن من أحبه الله حبب خلقه فيه. ويعطيكم ألف عافية جميعا، شكرا لكم وإلى اللقاء.